خلينا النهاردة بقى نتكلم في مشكلة بتقابلنا كلنا تقريبا، وهي ان الموبايل يبقى بطيء، وازاي نعمل تسريع للموبايل، وايه التطبيق اللي ممكن يساعدنا في حاجة زي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. واحد من المشكلات اللي بتقابلنا مع استمرار استخدام الموبايل ان الموبايل يبقى تقيل جدا فجأة، اللي هو تلاقي الأوامر بتاخد وقت معاك زيادة عن اللزوم. لو انت هتكتب مثلا بتلاقي الكيبورد تقيلة، لو انت هتدخل على التطبيق تلاقيه بياخد وقت زيادة عن اللزوم، فالموضوع بيكون صعب جدا. للأسف طبعا لما بيحصل معاك حاجة زي كده، أول حاجة بتيجي في بالك انك تدخل على يوتيوب وتعمل بحث، تلاقي فيديوهات بتتكلم عن ان الموبايل مثلا هيكسر السرعة المسموح بيها، أو انك هتتخطى مش عارف ايه، حاجات هي أصلا مش منطقية. لان زي ما احنا بنقول كده، هو الموبايل بيكون عباره عن سيستم متوافق مع بعضه، فانت ما ينفعش تعمل اوفرلود لاي حاجه فيه، او تعمل تحميل زياده على اي حاجه فيه. لو بالامكان انك تعمل تخطي للقيود بتاعه الجهاز او امكانيات الجهاز، فانت هتعملها مثلا في الرام، او هتعملها في حاجه ليها علاقه بالسرعه. طب ما هو في برضه حاجه اسمها البروسيسور او المعالج، فدي مش هتمشي مع دي، لان كل حاجه متوافقه مع بعضها. الحاجه اللي اعرف شويه من الحلول العمليه هي الإشاعة اللي بتطلع بإنه تدخل على خيارات المطور وبعد كده تلعب في أرقام الأنيميشن سكيل. طبعا هي حاجة زي كده بتديك إيحاء، اللي هو بتحسسك إن الموبايل بقى أسرع، لأنه ببساطة في أنيميشن بيحصل، اللي هو مثلا لو أنت عايز تعمل باك، اللي هو رجوع، أو عايز تفتح القائمة الرئيسية، أو لما تيجي تفتح مثلا تطبيق زي اليوتيوب وتلاقي العلامة بتاعت اللودينج اللي هي الدايرة اللي بتحمل دي، تلاقيها مثلا بقت أسرع من العادي. هو ده مش معناه إن الموبايل بقى أسرع، هي معناه إن سرعة الحركة، يعني هما بيحطوا لك حاجة كده قدامك تشغلك او تحسسك انه في تحميل بيحصل، فانت سواء سرعتها سواء بطأتها سواء وقفتها، هو يظل في تحميل بيحصل. طبعا انت تقدر تأثر او تطول في المدة دي، الا انهم حاطين المدة المتوسطة المريحة للعين البشرية اللي هتحسسك انه فعلا في سلاسة. اكتر من كده تحس ان الموضوع بيتخطف، اقل من كده تحس ان الموضوع قلب على سلحفة شوية. عاوز افكرك بس ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه، وتقولي في التعليقات لو في حاجة من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها واجهتك قبل كده. اظن سهل، اتفقنا؟ اتفقنا. شوف يا سيدي، اول واوضح سبب هو الذاكرة والتطبيقات. شفت الموضوع سهل ازاي؟ دلوقتي انت لو موبايلك المساحة الداخلية بتاعته 64 جيجا، وطبعا السيستم بياخد معلقة من طبق الكشري، فبالتالي بتلاقي اللي ظاهر قدامك او المساحة اللي موجودة مش 64 جيجا بالظبط. دلوقتي بقى انت لو بتستخدم الموبايل وظهر قدامك تحذير بانه الذاكرة او شكت على الامتلاء، الذاكرة ممتلئة، في عندك 500 ميجا فاضيين، في عندك 1 جيجا فاضي، فزي ما اتفقنا قبل كده انت اصلا مش بتستخدم ال 64 جيجا كاملين، فبالتالي فكره ان المساحه تكون قليله، فكره ان المساحه الفارغه تكون صغيره، هيحصل تهنيج، هيحصل مشكله. فلما تحصل مشكله بنسبه 90% هتترجم ببطء الموبايل، فيفضل وقتها يا صديقي العزيز انك هتدخل وتنقل البيانات المهمه اللي عندك على مكان تاني، سواء بقى درايف، سواء كمبيوتر او لابتوب، او انك تنقلهم على فلاشه. وبعد ما تنقل بقى البيانات المهمه دي، يا اما هتمسحها ما انت خلاص نقلتها، او انك هتمسح البيانات او الصور مثلا اللي تكون انت بالفعل قبل كده رفعتها على الفيسبوك او على الانستجرام، فهي كده كده خلاص موجوده، فانت مش محتاج تسيبها على الموبايل. لكن مش هي دي الحاجه الوحيده، لازم تعرف كويس انه الرام اللي عندك بتتاثر اكيد بعدد التطبيقات اللي موجوده على الموبايل، فانت ما ينفعش مثلا تكون الرام 2 جيجا وتكون محمل 50 تطبيق، هيبقى تقريبا الموبايل ماشي بيزق بالعافيه. في تطبيقات وارد انك تحملها علشان هتستخدمها في حاجه معينه، لكن الحاجه دي ما بيجيش وقتها على طول، فهي موجوده على الموبايل لكن ملهاش لازمه. فهقول لك دلوقتي على قاعده بسيطه تقدر تحدد بيها ايه التطبيقات اللي ممكن تمسحها ومش هيكون في اي مشكله عندك. دلوقتي اي تطبيق انت مش بتستخدمه على الاقل 3 مرات اسبوعيا فهو تطبيق ممكن تستغنى عنه دلوقتي. لكن برضو علشان اوقات انت ممكن تحمل تطبيق وبعدين تمسحه فتنساه، عندك طريقتين تقدر تعرف بيها. اول طريقه انك هتدخل على التطبيقات وتاخد سكرين شوت من التطبيقات قبل ما تمسح اي حاجه منها، فبالتالي هتقدر توصلها بسهوله، او انك تدخل على المتجر وتقدر لما تدوس على صورتك بيكون عندك فيه ماي ابس اند جيمز، او اللي هي تطبيقاتي والعابي، ومنها بيكون عندك لايبراري او هيستوري جواها كل التطبيقات اللي انت حملتها، فتقدر تلاقي اي تطبيق انت حملته قبل كده ومسحته تاني. الحاجه اللي بعد كده هي الكاش وحجمها. بعد ما اتكلمنا في التطبيقات اللي انت ممكن تمسحها عادي مش هيضرك، خلينا بقى نتكلم في التطبيقات اللي انت تقريبا بتدخل عليها بشكل يومي، حاجه كده مثلا يعني على سبيل المثال زي فيسبوك. خليني بس افرجك على مفاجاه بسيطه، لما ندخل على تطبيق الفيسبوك او على المساحه اللي واخدها تطبيق الفيسبوك من اعدادات الموبايل ثم التطبيقات، التطبيق واخد 825 ميجا اللي هو تقريبا جيجا الا شويه، في عندك الاب سايز او مساحه التطبيق نفسه 200 ميجا، في عندك الكاش 317 ميجا. تقدر تضرب الرقم ده في مثلا 3 4 تطبيقات اساسيه بتستخدمها فهتلاقي الرقم كارثه، وكل الارقام دي بتكون محمله في الذاكره المؤقته
المتعلقة بالرام. فخلينا دلوقتي نعمل حركة ذكية وهي اننا هنمسح الكاش. فجأة بقت الكاش صفر لكن ما مسحش اي بيانات اساسية. خلينا بقى دلوقتي ندخل على التطبيق عادي، هتلاقي التطبيق بقى سريع معاك جدا لان انت مسحت منه الملفات المؤقتة اللي متحملة عليه. طبعا هو اوقات ممكن يطلب منك انك تسجل دخول مرة تانية، ما تتخضش، لان ممكن في بعض الموبايلات جزء من البيانات المؤقتة اللي مسحها هي بيانات تسجيل الدخول. طبعا الخطوة دي انت تقدر تعملها مع التطبيقات اللي ما يكونش فيها مشكلة في الداتا، ويفضل انك تكون واخد باك اب على الانترنت مثلا على جوجل درايف قبل ما تعمل الخطوة دي. فبالتالي تلاقي ان التطبيق مثلا مش واخد له مثلا جيجا ولا 800 ميجا، حاجة ضخمة جدا انها تتحمل او حتى جزء منها يتحمل على الرام. وبعد ما اتكلمنا في المشكلة نخش بقى على الحلول. طبعا احنا بدأنا الحلول اصلا من الخطوة اللي فاتت ان انت تعمل تفريغ للكاش. الخطوة التانية، واللي لو الخطوة الاولى ما جابتش نتيجة او لو انت حبيت تشوف نتائج اسرع، هي انك تعمل ريستارت للموبايل بشكل دوري. يعني مثلا كل 3 ايام ممكن تعمل ريستارت مرة. فالريستارت هيمسح بقى البيانات المؤقتة اللي شابطة في الرام، اللي هي البيانات المؤقتة اللي بتكون لها علاقة بالرام علشان شغالة في الخلفية مثلا او حاجة زي كده. الا اننا من فترة اتكلمنا عن مضاعفة اداء البطارية، هذا لك اقتراح الفيديو فوق هنا او هنسيبه تحت في الديسكريبشن بوكس. قلنا من بين الحاجات ان التطبيق اللي موجود على الموبايل هو تطبيق السكيورتي والاوبتمايزر والكلام ده كله، يكفي انك تعمل كل اللي انت عايزه، وطبعا هو في الحاله الطبيعيه بيكفي. لكن برضو للاسف في بعض الموبايلات او في بعض النسخ من الموبايلات او في بعض الانواع او البراندات زي ما تحب تقول مش بيشتغل بشكل كويس. وطبعا انا لما جربت حاجه زي كده كان لازم ادور على بدايل، وده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. اكتر حاجه بتتقل موبايلك في كل اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي هو الحاجات اللي بتكون شابطه في الخلفيه. اي تطبيق بيشتغل في الخلفيه فهو بيتقل الموبايل، لان كل الحاجات دي محمله على ذاكره الرام. قعدت اقلب يمين وشمال لحد ما اتكعبلت في تطبيقين، لما شغلتهم على الموبايل حسيت بفرق سرعه مش طبيعي. فهم دول التطبيقين اللي هنتكلم عنهم. طبعا انت يفضل انك تحمل التطبيقين، الا انك ممكن تحمل تطبيق واحد منهم على حسب ما تحب. كل واحد فيهم بيعمل نقطه مؤثره، الاثنين بيكملوا بعض او بيفتحوا كباري على بعض، لكن واحد منهم ممكن يكفي معاك. اول تطبيق معانا هو تطبيق اوتو كلوز. التطبيق ده وظيفته بكل بساطة انه هيعمل الحاجة اللي كان المفترض ان تطبيق الجهاز يعملها، واللي ممكن يكون عندك مشكلة فيها برضو من غير ما نكون والدين بالنا، وهي انه لما هتقفل من اللوك سكرين هيمسح كل التطبيقات اللي شغالة في الخلفية. يعني اي تطبيق شغال في الخلفية ومتقل على الرام تقدر بكل بساطة تمسحه علشان تفضي الرام للتطبيقات اللي انت بتستخدمها تكون موظفاها بشكل اسرع. طبعا هو فيه هنا وايت ليست تقدر تضيف فيها التطبيقات اللي انت مش عايزها تتمسح، الا انه برضو في شويه حاجات، يعني مثلا في عندك رانينج ابس دي جواها بيقول لك كل التطبيقات اللي شغاله في خلفيه الموبايل. طبعا هو ظاهر قدامك كل التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه، يعني ما شاء الله الموبايل كله شغال في الخلفيه. كل التطبيقات دي طول ما هي شغاله بتتقل على الرام. طبعا انت تقدر تدوس على علامه السله دي علشان يمسح لك كل التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه، وزي ما قلنا في الوايت ليست تقدر تضيف التطبيقات اللي انت مش عايزها تتمسح. التطبيق اللي معانا بعد كده بقى هو تطبيق جرينيفاي. التطبيق ده بكل بساطه لما بتحمله مش بتعمل اي حاجه خالص، غير انك بتدخل عليه وتمشي على permissions او بتديله الاذونات اللي هو عايزها، وهو بيشوف ايه التطبيقات اللي شغالة في الخلفية اللي ممكن تكون بتسحب، وبعد كده بيحطها في hibernation اللي هو بينيم التطبيقات اللي ممكن تكون متقلة على الجهاز، بحيث ان في تطبيقات ممكن تكون بتشتغل لكنها مش سحبة وما تضرش. يعني عندك في التطبيق ده فيه 3 زد دول اللي هم علامة hibernation او النوم، يعني لما بتيجي تدوس عليها بيقول لك no apps need hibernate، يعني مفيش اي تطبيقات محتاج انك تنيمها، يعني كل حاجة تحت السيطرة. طبعا في عندك علامة البلس هنا لو دوست عليها بيكون عندك يعني التطبيقات اللي ممكن تكون فلتت من التطبيق ده في عملية التنويم اللي بيعملها، مثلا show more apps علشان يفتح لك كل التطبيقات اللي موجودة في الموبايل. الا ان التطبيقات التانية لو تاخد بالك في عندك علامة الجي سي ام. علامة الجي سي ام دي هي السبب اللي خلتني ادور على تطبيق تاني واتكعبل في تطبيق اوتو كلوز. نقدر نقول باختصار ان علامة الجي سي ام دي معناها ان التطبيقات دي موجودة في الخلفية علشان يوصل منها إشارات. فلو في أي تطبيقات منها أنت مش عايزها تكون موجودة في الخلفية، تطبيق أوتو كلوز تقدر تقفلها منه، وده سبب اللي خلانا ربطنا التطبيقين ببعض. لكن في كل الأحوال هو التطبيق ده شايفها مش مؤذية أو مش مضرة أو مش هتحمل على الرام، فأنت تقدر تحمل أي تطبيق من الاثنين، وهو أنا استخدمت بالفعل كل واحد من دول لوحده ولقيته عامل معايا نتائج مدهشة جدا. فأي تطبيق منهم ولو ينفع موبايلك مثلا إمكانياته كويسة وتسمح بالتطبيقين هيعمل معاك نتائج مذهلة جدا وهيسرع الموبايل بشكل كبير. ودي نهاية الفيديو، أرجو إنك تكون استفدت منه، وما تنساش تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه. نلقاكم على خير.